حروب وكوارث طبيعية وأزمات لا علاقة للأطفال بها حرمتهم من حقهم في العيش كباقي الأطفال. المعاناة جزء من هذه الصور، ولكن الأمل احتل الجزء الأكبر منها. عندما تنظر إلى صور من أفغانستان ترى الكثير من المعاناة وهي حقيقة، ولكنك أيضا ترى أناسا أقوياء وترى الكثير من الأمل. مشاريع المنظمة التي لخص بعضها في صور أبطالها أمهات وأطفال لا يعرفون لليأس مكان. ففي هذه الصورة نرى أمهات أتين مع أطفالهن من قرى بعيدة ليتعلمن الطبخ. نلاحظ الاختلاف على هؤلاء الأطفال عندما ننتهي من هذه الدورة. صحتهم أفضل بكثير من بداية الدورة، وذلك بسبب تناولهم طعاما أفضل وأكثر نظافة. جهود بذلتها منظمة إنقاذ الطفل للتعريف بأهم قضايا الأطفال كالتعليم مثلا. مشروع التعليم السريع في هذه الصورة عبارة عن مرحلتين دراسيتين في سنة واحدة وأحيانا أكثر من ذلك. أطفال هجروا بسبب الحروب أو الفقر اجتمعوا في هذه الصفوف الدراسية أملاً في مستقبل واعد. المعرض وسيلة جيدة لنشر الوعي عن هؤلاء الأطفال. ساعدني المعرض على تقريب المسافة بيني كزائرة وبين الأطفال وما يواجهونه. الصور جميلة جداً ومعبرة. قصصهم التي اجتمعت في هذه اللوحات برهنت أن حياتهم ليست قصة خيالية، وأن الفارق يصنع بالأيادي البيضاء. لصباح الخير يا عرب، عمر ركابي. معنا في الاستديو سهى الليثي، مدير الشراكات في منطقة الخليج العربي من منظمة إنقاذ الطفولة. صباح الخير سهى. صباح الخير. صباح الخير. طبعا احنا من زمان إذا تذكرين لما كنت معنا تكلمنا عن هذا المعرض. صح. والآن اختتم بالأمس. بالضبط. كيف كانت الأجواء، الأصداء؟ والله الحمد لله هو كان ناجح جدا. أنا بصراحة ما كنتش عارفة حيكون استقباله إزاي، لأن أول مرة بنعمله. لكن الحمد لله أنا لقيت إن كان في نجاح كتير، كان في زوار كتير، ويعني عمل بالنسبة لي هو حقق الهدف بتاعه. وصلت الرسالة يعني. متهيأ لي كده. أوكي. هل هو أول معرض؟ ده أول معرض. إحنا كنا عملنا معرض قبل كده هو في الولايات المتحدة، كنا بنعرض فيه صور رسموها الأطفال اللي إحنا يعني خلال برنامج احنا بنعمله اسمه هارت، اللي هم الاطفال بيرسموا كجزء من التعبير عن مشاعرهم. فاخدنا الرسومات دي وعرضناها قبل كده في الولايات المتحده، بس دي اول مره نعرض يعني رسومات اخذوها الموظفين اللي عندنا. بنعمل توثيق للبرامج وقصص النجاح، وعندنا داتا بيس كبيره جدا مليانه صور، فدي اول مره نختار منها كده عينه ونشرح ايه هي القصه من وراها. أوكي. إذا هل الهدف فقط من هذه الصور اللي نشوفها الآن على الهواء هي شرح القصص، ولا أيضا في أهداف أخرى كانت؟ والله هو مش بقى فقط شرح القصص، هي الهدف الرئيسي هو يعني إبراز القضايا اللي الأطفال بيواجهوها. لأن طبعا كلنا بنشوف الكوارث والحروب، أول حاجة بتيجي في بالنا مثلا يمكن أن الأطفال محتاجين فلوس أو محتاجين أكل. بس في بعض الأحيان طبعا دي حاجات مهمة، لكن أكيد. في بعض الأحيان بيكون في يعني قضايا أخرى ما بتجيش في بال الشخص العادي. فمن خلال الصور دي حبينا ان احنا يعني نبرز القضايا دهية. دي حاجة. والحاجة التانية كمان ان احنا نعطي امل، لان معظم يعني كل القصص في الحقيقة بتشوفي الاطفال مبتسمين لان هم عرفوا يتغلبوا على المشكلة اللي كانت بتواجههم. فده الهدف التاني. حلو. وهذا شعرنا دائما في MBC، نرى الامل في كل مكان، وحنظل نشوف هذا الامل ونبحث عنه ان شاء الله. ايضا انتو سهى في منظمة او تنظيم Save the Children او انقاذ الطفل، كمان بتعتمدوا على موضوع تدريس او اعطاء دروس مكثفة للاطفال، سواء اطفال الشوارع او اطفال المخيمات وتحديدا في افغانستان. خبرينا اكثر على هذا المشروع. هو زي ما تفضلتي يا لوجين، احنا عندنا زياده الوعي او يعني زي ما بنسميه الهيومن كابيتال، هو نمره واحد. وبالتالي بنركز قوي على التوعيه، على البرامج اللي يكون فيها تحدث مع الطفل. احد البرامج دهيت اسمها انيميتد، ده بنعمله مع الاطفال في أولاً بدأنا في 2007. بنعمله مع أطفال هنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الهدف منه هو أن الطفل بيعبر عن مشاعره، بيعبر عن القضايا اللي بتهمه من خلال تقنية معينة، أنه هو بيرسم وبيقص وبعدين بيحرك الرسومات بتاعته. بيخلق في الحقيقة شخصيات وبيخلق مواقف من خياله
بس بيكون تعبير عن حاجه هو بيواجهها في حياته. وبنعمل منها فيلم كرتون على اساس ان الكرتون ده كل الاطفال بتحبه وكمان الكبار في الحقيقه يعني. جميل. فعملنا عدد تقريبا 100 فيلم، اشتغلنا مع 59 منظمه، احنا طبعا بنمرنهم ان هم يعملوا كده مع الاطفال. في يمكن 7 دول عربيه، اشترك معنا 1000 طفل لحد دلوقتي. وبعض القضايا بقى زي مثلا الاطفال اللي هم معتقلين في الضفه الغربيه، طبعا دول بيحصل لهم صدمات نفسيه صعبه. نعم. يعني نعم. في قضايا تانية زي العنف في المدارس، ده موجود. نعم. في كل البلاد. سهى بس احنا بنشوف فيديو معنا قصير ونرجع من بعد. اوكي. اضربوا جيش الاحتلال يتجه نحونا. نعم. وقف وقف وقف. محمد انهم يعتقلون محمد، خذوه. يجب ان نخبر اهله. هيا بنا هيا بنا اهله. من جوا الزنزان سمعتك يا ام تناديني، يا مهجة فؤادي يما هي حبة عيني. من جوا الزنزان سمعتك يا ام تناديني، يا وجهة فؤادي يما. مرحبا، انا عدت الى مقعد الدراسه. اذا هذه صور رسومات للاطفال اللي كلمتين عنهم المشاركين، ويبدو ما شاء الله انهم بيعيشوا حتى اكبر من عمرهم. بالضبط. هم طبعا في بعض الاطفال اللي احنا تعاملنا معهم اتقبض عليهم اعتقلوا هم في سن 15 وهم في سن 14، وقعدوا في السجن فتره يعني. في حتى صوره بنت في المعرض اسمها ايات قعدت في السجن 20 شهر وطفله كان عندها 15 سنه. موجوده الصوره هنا ولا؟ صورتها موجوده، هي اي واحده فيهم اللي هي بتاخد الصوره معاها الكاميرا. اللي معاها الكاميرا. اوكي. احنا عندنا مراكز اعاده تاهيل للاطفال دول، انيميتد او التقنيه دي احد يعني الوسائل اللي احنا بنعملها معاهم. لكن طبعا عندنا كمان يعني اخصائيين نفسانيين، وبنشتغل مع اهاليهم بحيث ان هم يتغلبوا على الظروف الصدمه. أوكي. اللي هم شافوها. هذه الصوره اللي انت تتكلمين عنها موجوده الان على الهواء. ايضا في افغانستان تعطون دروس في الطبخ للامهات. بالضبط. هذه الفكره الجديده. هي بص هقول لك، احنا طبعا اول حاجه بتيجي في بالنا لما نقول سوء التغذيه ان الواحد بيجي في باله افريقيا والاطفال اللي ما عندهمش اكل خالص. صح. نعم. بس هو في واقع الامر ان كتير جدا من الاطفال، ملايين الاطفال بيعانوا من سوء التغذيه، مش لسبب نقص الطعام ولكن لعدم درايه الاهل بنوعيه الطعام اللي ممكن الاطفال ياكلوه. فاحنا عندنا البرنامج ده في 20 بلد، بندخل في المجتمعات اللي هي الريفيه. حلو. بنعمل دروس للامهات، بنجمعهم مع بعض. بنشوف ايه الحاجات المتاحه في البيئه بتاعتهم، بتكون حاجات رخيصه جدا لكن مغذيه. ممتاز. بنعرفهم بقيمتها الغذائيه اللي هم عاده بيكونوا ما عندهمش درايه ان دي حاجه لها اهميه. نعم. بنشوف ايه الاكلات اللي هم بيعملوها في حياتهم اليوميه. طبعا برنامج مفيد اكيد. احنا نشكر جدا سهى الليثي مدير الشراكات في منطقه الخليج العربي من منظمه سيف ذا تشيلدرن. شكرا جزيلا لك. شكرا لك ويعطيكم الف عافيه، وان شاء الله يجعلها في ميزان حسنه.